بمناسبة عيد القديس نكتاريوس، ترى أصل مطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، خدمة صلاة الغروب وخدمة القداس الإله الأحد السابع من لوقا، وذلك في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بالصوفية. وقد شارك في القداس عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وبحضور جمع من المؤمنين، حيث بدأت الخدمة بزياح لرفاة وأيقونة القديس نكتاريوس التي جرى نقلها بموكب مهيب إلى ذات الكنيسة. وفي كلمة روحية لسيادته أكد أن الاحتفال بأعياد القديسين إنما هو انتصار لملكوت السماوات، وهم الذين جعلوا من أنفسهم قدوة لكل المؤمنين. القداسة هي هدف كل واحد فينا. لما منشوف القديسين منتشجع حتى نثبت في طريق القداسة. اليوم من القديس نكتاريوس منتأكد مع كوكبة كل قديسي الكنيسة إنه طريق القداسة مش مفروشة بالورود. في حضارتنا السماوية ما في عنا طريق مفروشة بالورود بتقود للملكوت السماوي. وهم باطل من يعتقد هيك تفكير. هذا التفكير أدخله الشيطان في فكر أبناء الكنيسة، وفكر البعض وبعتقد إنه طالما أنا قريب من الكنيسة بصوم وبصلي معناته أموري رح تمشي كويس. هذا مفهوم خاطئ ومرفوض من الكنيسة، ولا عمرها طريق الملكوت كانت مفروشة بالورود، ولا الطريق اللي صار فيها معلمنا وإلهنا العذب الحلو يسوع المسيح وهو حامل صليبه وماشي إلى الجلجلة حتى يموت من أجل خلاصنا، وهو البريء من كل عيب.